يعني ده ب30 بدل 110. وده مثلا طقم كامل ب85 جنيه. بنطلوني ستوك ديفاكتو 125 وعاملين خصم 10% على الخصومات الموجودة اصلا. يعني الطقم اللي انا لابسه ده ب220 جنيه واللي هي لابسه ده ب130. هي يو، اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه تعمل اللي عايز تشتري هدوم العيد. ايوه، مكان بيبيع ستوكات براندات اوريجينال باسعار تبدا من 30 جنيه، ومعانا خبيره الموضه والجمال والسحر والاعمال اسراء خليل. فيلا بينا نشوف الحوار ده. المكان اسمه بافلي، في منه اكتر من 12 فرع في القاهره واسكندريه، بس انا رحت الفرع اللي في شارع جسر السويس قدام ماكدونالدز في الدور الاول، وهتلاقي عنده جميع الاقسام، حريمي ورجالي واطفالي ولاد وبنات. واول ما تدخل هتكتشف ان ده قسم الحريمي. بتعمل ايه ده الحريمي الرجالي هناك؟ يعني ده ب30 بدل 110؟ وده كمان؟ اي حاجه في دول ب75 جنيه. بنطلوني ستوك ديفاكتو 125، ده ب 150 بس بناتي برضه، فتعالوا نخش كده نشوف رجاله ايه نظامها جوه. يا رجاله الصف اللي فوق كله ب 65 بس ده بناتي برضه. كلنا بناتي. انا حوليت يا رداله. ايه ده بقى؟ انا اروح بيه معركه حلوات. يعني ده مثلا ب 55 جنيه واللي وراه. هم عاملين خصم 10% على كل حاجة في المحل لحد 16/7، حتى الحاجات اللي عليها خصومات. ايه ده غالي؟ خلاص خد ده. اخبط دي! حاسس اننا في جي تي اي. حلو قوي ده وب 30 جنيه بس لطفل يلبس فريندس. مفيش منه مقاسي ده ولا ولكي. خدي قيسي دول. ولا 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 ولا. طب استني هلبس زيك. بلا 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 بيا والحب بلا تراب. طب يا شوف ايه ده؟ واه الملابس اللي ستوك مش بالة او مستعملة، هي هدوم براندات جديدة بس السيزون بتاعها خلص، فالبراندات بتكرر تبيعها وبافلي بيستوردوها. يعني ده مثلا ستوك اوريجينال 125، والاطفال الهدوم بتبتدي من 30 جنيه لحد اغلى حاجة 185 جنيه. وبالنسبة للاطفال لسه مولودين اي حاجة ب 35. ماما 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 خد سمبوسة. وفي النهاية حبيت اوصل لكم النيدو شوتر اللي انتوا عايزينه بقل تكلفة ممكنة او على قد فلوسنا. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعمل لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان تشوفوا الفيديو الجاي. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.